بتحصل في العالم كلها بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واللي هي مش حرب، مش قائمة على دولتين دول بس، ولكن هي تعتبر حرب يعني أسمى العالم لثلاث جبهات إن لم يكن جبهتين. الجبهة الأولى جبهة الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، والجبهة الأخرى جبهة روسيا ومن يدعمها يعني بشكل غير مباشر، والجبهة الثالثة هي جبهة عدم الانحياز أو الناس اللي ماشية يعني بتدور في فلك الطرفين ويهمها إن هي تعيش في سلام وتبعد عن تداعيات هذه الحرب، التداعيات الصعبة جدا 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 على الاقتصاد العالمي، واللي مؤثرة بشكل كبير جدا على العالم سواء في الأسعار أو في البترول أو خلافه، ويمكن حتى المنظمات والمؤسسات الدولية خاصة هيئة الغذاء بتتكلم على إنه العالم مقبل على مجاعة غير مسبوقة بسبب تداعيات الحرب، خاصة إحنا بنتكلم على روسيا وأوكرانيا اللي بيتقاتل حاليا، إن هم مصدر رئيسي لغالبية القمح اللي موجود في العالم، خاصة إن الدولتين في مشكلة في توريد القمح، وفي نفس الوقت هم في أشد الحاجة إلى الغذاء في ظل هذه الحرب، فبالتأكيد هيعتمدوا على إنتاجهم الأساسي من القمح، ودي هيبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. ويمكن بحسب التقارير الدولية والمنظمات الدولية بيتكلموا على إنه أكتر منطقة هتتأثر بالشكل ده هي منطقة الشرق الأوسط ومنطقة إفريقيا اللي هتتأثر بشكل كبير جدا جدا، وهتطاردها أو يطاردها شبح المجاعات، وده بشكل كبير جدا جدا هيتداعى عليه العالم. العالم بيحصل فيه تداعيات مختلفة جدا فيما يتعلق ب الحرب الروسية الأوكرانية، يمكن حتى في خبر عاجل موجود على كافة وسائل الإعلام العالمية بيتكلموا على إنه هناك قرار من الإدارة الأمريكية أو الإدارة الأمنية خاصة وزارة الدفاع الأمريكية بتتكلم على إخلاء مبنى الكونجرس الأمريكي بشكل فوري نظرا لوجود تهديدات محتملة من طائرات، وكلمة طائرات دي مش كلمة مش مستساغة، لا، التهديدات ممكن تكون بأي شكل من الأشكال، لكن طائرات حدث لم نشهده إلا في حدث برجي مركز التجارة العالمي اللي تم استهدافه بالطائرات، وبالتالي هو حدث جلل وتهديد خطير جدا 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 على أسره. قامت وزارة الدفاع الأمريكية بأن هي عملت إخلاء لمبنى الكونجرس وتحسما لاستهدافه بالطائرات، في حين انه بعد مستجدات الاحداث بتتكلم ان الشرطه الامريكيه بتتكلم على انه ما فيش اي تهديد وشيك لمبنى الكونجرس، وان الاخلاء لمزيد من الحظر. طبعا الكلام ده كلام للاستهلاك الاعلامي، ولكن معنى التصريح في بداياته بيتكلم على مخاطر شديده جدا جدا. طبعا النقاط اللي بيحصل فيها تفجيرات واستهدافات ومشاكل هي في اكتر من بؤره حول العالم، ودي التهديدات دي كلها موجوده في كافة وسائل الإعلام، لو شفناها في آسيا وفي أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط، بنشوف في فلسطين، بنشوف في إسرائيل، بنشوف في مشاكل في منطقة آسيا، بنشوف مشاكل في دول أوروبا، بنشوف في أمريكا نفسها وحوادث القتل اللي ممكن هما بيصنفوها حوادث فردية، ولكن حوادث بيموت فيها عدد كبير وبتكون جاية بشكل مباشر، وكذلك كل ده كله تداعيات الحرب في روسيا. والقصة دي روسيا حذرت منها أكتر من مرة، ولما قالت لأكتفاء تصريح الولايات المتحدة الأمريكية إنه نار الحرب الروسية الأوكرانية ستحرق العالم كله، ستحرق العالم كله، بتحرق العالم كله اقتصاديا، واحنا شايفين تداعياتها الخطيرة جدا جدا، وأمنيا وشايفين تداعياتها اللي لسه بدأت بشهير، والتداعيات الجيوسياسية برضو هتختلف وهتظهر في الفترة الجاية، وشايفين العالم داخل على مرحلة استقطاب صعبة جدا 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 لم نشهدها إلا في فترة الحربين العالمية الأولى والثانية. شايفين التصريحات بشكل كبير جدا 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 جدا، وشفنا تصريحات الرئيس الامريكي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهو مع احد الاطفال في احدى المناسبات بيتكلم على انه حدود دولة روسيا لا تنتهي عند اي مكان، كل ده اشارات بيتكلم بيها الرئيس الروسي وبيوجهها الى الغرب ويوجهها لحلف الناتو، بانه طموحه كبير جدا جدا جدا، الاطار الرئيسي والهام بالنسبه له هو اعاده توحيد دوله روسيا الاتحاديه اللي هي كانت من اكبر دول العالم، خاصه روسيا برضه دلوقتي اكبر دول من اكبر دول العالم في المساحه.
شايفين مشاكل كبيرة جدا 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 في باكستان، في الهند، في تايوان، في الصين، في منطقة الشرق الأوسط زي ما اتكلمنا، في أوروبا. العالم كله داخل في مناطق صراع ومشكلات كبيرة جدا جدا جدا، يبدو أنها لن تنتهي في الفترة القريبة، ولكنها ستمتد خلال الفترة القادمة وتشمل مناطق صراع كبيرة جدا جدا، هي كلها تداعيات خطيرة جدا 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 على العالم كله. وإن شاء الله نتمنى إن منطقة الشرق الأوسط تكون بعيدة عن مثل هذه التهديدات وهذه المخاطر. يعني في حاجات كتير جدا، في أخبار كتير جدا متداولة على وسائل الإعلام الغربية لها تداعيات ومرتبطة باللي احنا شايفينه. لما بنتكلم على نيويورك تايمز اللي بتتكلم على إنه هناك، ونركز في العنوان ده، عنوان غريب جدا 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 ومهم جدا جدا، وبتشوف لكم حالة القلق اللي ما عاشتهاش أوروبا إلا في فترة الحرب العالمية الثانية وما قبلها. بيتكلموا على، حتى عنوان نيويورك تايمز صادم جدا صادم جدا، بيتكلم نيويورك تايمز بيتكلم على إنه هناك إقبال واسع على تناول المهدئات والحبوب المنومة في دول أوروبا الشرقية خوفا من انتقال الحرب إلى بلادهم. العنوان صادم جدا جدا. الشعوب الأوروبية شعوب معروف إنها سريعة جدا في إنها الخوف أو خشية التحديات، التحديات دي كانت بعيدة عنها بقى لهم عشرات السنين. بيتكلموا على إنه منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية هي مناطق الصراع ومناطق التخوف، وكانوا بيحذروا السياح أو كانوا بيمنعوا السياح خشية تهديد حياتهم، وكانوا دايما بيوجهوا كتير جدا من التحذيرات لمنطقة الشرق الأوسط ومصر لما كانوا بيستهدفوا اقتصادات هذه الدول. هذه الدول دلوقتي أصبحت ليست ملاذا آمنا للبشر انهم يقعدوا فيها، حتى مش يصيفوا فيها او يعملوا سياحه فيها، لا ده ما اصبحت مكان غير ملاذ غير امن. دي حكمه ربك. شوف دلوقتي التصريح نفسه او نيويورك تايمز نفسه لما تحط هذا الهيدلاين، العنوان الخطير ده، بتتكلم على اقبال واسع وغير مسبوق على تناول المهدئات والحبوب المنومه في دول اوروبا الشرقيه خوفا من انتقال الحرب الى بلادهم. طبعا المشكله دي اكيد لسه تداعياتها مستمره في الفتره الجايه. طبعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل بعارف بيعرف يلاعب الغرب ازاي، وعارف ان هو ازاي بيبدا امتى ياخد ويدي مع الغرب، فهو فاهم لغتهم، راجل استخبارات، راجل عقليه استخباراتيه فذه، قادره على ان هي تلاعب الغرب بنفس اللغه ويلاعب الشعوب الغربيه بنفس اللغه ويرد عليها بنفس لغه الخطاب اللي هم بيوجهوه. الاعلام الغربي والاوروبي، الاعلام الغربي الاوروبي الامريكي دايما بيحاصر روسيا بحرب الشائعات وحرب استخداما لاستراتيجيات الحرب النفسيه اللي هي احدى يعني اليات حروب الجيل الرابع والخامس، فبتقدر بتحاسب بها روسيا. هي نفس الاستراتيجيات اللي استخدمتها الولايات المتحده الامريكيه والنيتو في اشعال الثورات الملونه في اوروبا الشرقيه، واللي كانت سبب رئيسي في تفكيك العديد من دول الاتحاد السوفيتي. أعيدت نفس المدارس ونفس الفلسفة في الحرب النفسية وفي استهدافا لمنطقة لروسيا في الحرب ده. أنا بشوف أرقام مبالغ فيها جدا جدا في عدد القتلى والخسائر الاقتصادية والخسائر في التسليح وخسائر وخلافه وشائعات حول وزير الدفاع الروسي شويغو، وانه بوتين حبسه وعمل وخلى وفي كل الكلام ده، كلام بوتين بيتعامل معه بنفس الاستراتيجيه وبنفس الاسلوب، فبدا يعامل الغرب بنفس المدرسه، مدرسه التصريحات اللي بتستهدف المواطن الاوروبي قبل المسؤولين الاوروبيين. بوتين بيتكلم بصراحه كبيره جدا، بيتكلم على ان العقوبات عقوبات فاشله بالنسبه له، عقوبات اقتصاديه ما اثرتش على روسيا، وفي نفس الوقت هي مجرد اثاره ذعر للاسواق. وبيتكلم على انه هم حاولوا انه يعملوا انهيار للسوق المصرفي او النظام المصرفي الروسي، ولكن اللي حصل ان هم عملوا انهيار للسوق المصرفي الاوروبي نفسه، وان الشعوب الاوروبيه بتدفع ثمن او بتسدد ضريبه خطا سياسات الحكام الاوروبيين التابعين الى الولايات المتحده الامريكيه، او اللي ماشيين في ركاب الولايات المتحده الامريكيه دون تفكير او تدبير لمصالحهم الخاصه. وبيتكلم على ان بثقه كبيره جدا جدا انه المستجدات او المعطيات اللي هم بيتكلموا عليها ان هي عملت اي مشاكل لروسيا لم تحقق اي مشاكل لروسيا. الرئيس الروسي برضو بيتكلم على انه كان عامل اجتماع بخصوص الامور الاقتصاديه، بيتكلم على انه روسيا صمدت امام الدول الغربيه في حربهم الاقتصاديه وانها مستمره
وانه ما عندهاش اي نقص في السلع او خلافه، هي عندها احتياطي وعندها امكانيات قادره على انها تقدر تكمل على الوضع عشرات السنين. وروسيا من نوعيه الشعوب اللي هي الشعوب العنيده، الشعوب اللي مش من السهل تنكسر، قادره على انها تعيش بس بالقمح الروسي، في سبيل انه معروف انه خساره هذه الحرب، خساره المعركه الاوكرانيه تعني نهايه روسيا. يعي ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعي ذلك كافة قادة الجيش الروسي، ويعي ذلك الشعب الروسي بأكمله، ويعي أن خسارة روسيا لهذه المعركة هو انهيار لروسيا، واستسلام وتسليم العالم كله لسياسة القطب الواحد. تعي ذلك روسيا، تعي ذلك الصين، تعي ذلك العديد من الدول، ومنها دول الخليج العربي اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من هذه المعركة الدولية من خلال أهم سلاح لهذه المرحلة، وهو سلاح البترول. طبعا تصريحات ومتباينة فيما يتعلق بأرقام والإحصائيات الخاصة بإحصائيات القتلى والمصابين في المعركتين. الخارجية الروسية بتتكلم على أن قتل الأوكرانيين بالآلاف، وكذلك الخارجية الأوكرانية. وبالتالي احنا مش هنروح للأرقام دي، لأن كلا الطرفين بيقول أرقام لا تغني ولا تسمن من جوع، وليست مش قريبة من الحقيقة خالص، لأنه معروف إن الحرب الإعلامية بالتأكيد ستشمل، هي حرب نفسية في المقام الأول، فاحنا مش هننساق وراء أرقام كلها في الغالب هي غير دقيقة، وأكيد غالبيتها كاذبة. الخارجية الروسية بتتكلم على حاجة خطيرة جدا جدا جدا، وهي انتقال المرحلة. الحرب دي أصبحت حرب بالوكالة، كلا الطرفين يتصارع، معروف طرف الصراع روسيا من جانب وأمريكا والنيتو من جانب آخر، ولكن كلاهما يستخدم الملعب الأوكراني كساحة للحرب، كلاهما يستخدم المرتزقة، كلاهما يجلب المرتزقة ويدفع الفلوس. دي كلام واضح جدا، روسيا بدأت تجيب من سوريا مرتزقة مأجورين بأعداد كبيرة جدا جدا، وأدخلتهم إلى الملعب الأوكراني، لأن عارفة كويس قوي إن الحرب ستمتد إلى فترات أطول، وإن هي هتاخد محتاجة على الأرض، مش محتاجة تضرب عن بعد، وإنما محتاجة مرتزقة على الأرض، هم يحسموا الكثير من الصراع. في الوقت اللي الخارجية الروسية بتتكلم على إن هناك 7000 مرتزق بيقاتلوا في أوكرانيا، تم استخدامهم من 63 دولة، 7000 مرتزق جلبتهم الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو إن هم يحاربوا روسيا وينهكوها ويستهلكوا قواها العسكرية والاقتصادية في هذه الحرب. فطبعا بيتكلموا على 63 دولة جاي منها 7000 مرتزق، وده رقم صعب جدا، ووسائل الإعلام كلها بتتكلم على إنه راتب المرتزق الواحد يصل إلى 10000 دولار شهريا، ودي معركة صعبة جدا جدا اقتصاديا، سيدفع ثمنها العالم كله وليس الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. تكلم برضو روسيا ما قفلتش فكرة تواصلها مع المؤسسات الدولية، وبدأت بتتكلم في أمور صعبة جدا جدا العالم يعاني منها الآن. أي نعم الآلة الإعلامية الغربية بتغطي على الكلام ده وبتحاول تهمشه وتقلل منه، وهو الكلام على المختبرات البيولوجية اللي استهدفتها روسيا منذ دخولها ساحة الحرب الأوكرانية، كانت بضربات مباشرة ومركزة على معامل بيولوجية. روسيا اتكلمت في مجلس الأمن، واتكلمت في الأمم المتحدة، اتكلمت على إن هذه المعامل البيولوجية اللي بتمولها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال ابن الرئيس الأمريكي الحالي بايدن، اللي هو موجود أو مسؤول عن هذه المراكز البيولوجية، اللي بيتكلم على إنه المراكز البيولوجية دي مسؤولة بشكل كبير جدا عن الفيروسات اللي بيصاب بها العالم واللي بتوجه نحو العالم، ومنها بلا شك فيروس كورونا أو الفيروسات الأخرى. إذا الولايات المتحدة الأمريكية واستراتيجيتها كانت في الفترة الماضية على فكرة إنه تقدر يعني تميت عدوك او تستهدف عدوك دون ان تطلق رصاصه واحده، فيك ان انت بتنشر الاوبئه وتنشر الفيروسات من خلال هذه المختبرات. وبالتالي ما حدث في الصين ومن خروج لفيروس كورونا وتداعياته وتطوراته الى اوميكرون وخلافه، يبدو انها يعني نظريه صعبه جدا، وفيها جانب كبير جدا من المؤامره، وفي خفايا كتير جدا 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 في الصراع. كلام روسيا على هذه المختبرات ومحاولة آلة الإعلام الغربية إنها تطمس هذه المعلومات أو تعمل عليها أي تغطية
بأي شو تاني، فده خطير جدا جدا جدا. روسيا مصرة على هذا الأمر، بتسوق له بشكل كبير جدا إعلاميا دوليا، بتتكلم على روسيا بتتكلم على أنها قدمت لمجلس الأمن وثائق بشأن المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا. طبعا كلام خطير جدا جدا جدا، لازم تحقيق فيه. أي نعم، لا تأخذه الأمم المتحدة أو مجلس الأمن بعين الجد طبعا، لأنه المهيمن معروف مين المهيمن على مجلس الأمن، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أتباعها في حلف الناتو، وبالتالي يحاولون طمس الحقيقة. طبعا يعني الشعب الاوكراني نفسه، الشعب الروسي نفسه، شعب معروف انه مقاتل، شعب انه يقف خلف قيادته السياسيه والامنيه، لانه عارف كويس قوي ان معركته هذه ليست معركه مع الشعب الاوكراني، ويعتبر جزء من روسيا، ولكن هي معركه مع الولايات المتحده الامريكيه، شايفينها هي معركه وجود. الشعب نفسه اللي بينقل الكلام ده، وسائل الاعلام الروسيه بتتكلم على انه الروس في تاريخهم قضوا على النازي هتلر، وامريكا وانجلترا هم اللي سرقوا النصر والناس نسبوا لهم النصر في هذه الحرب العالميه، وقالوا ان هم هيصححوا كتابه التاريخ حفاظا على كرامه روسيا التي لا تنكسر حتى اخر طفل روسي، وان هم استباحوا، مقصود طبعا الغرب وامريكا، استباحوا الكذب والخداع، وان الدور القادم هو دور الروس، دور الروس في إنهاء الأسطورة الأمريكية للأبد. معروف أنه دلوقتي أمريكا معركتها هي الحفاظ على القطب الواحد الذي يهيمن على القرار العالمي وعلى الاقتصاد العالمي وعلى السياسة العالمية، ولكن روسيا تناطح من حتى لا يكون هناك قطب واحد، وكذلك الصين تترقب كذلك وتدعم روسيا ضمنيا من أجل كسر القطب الواحد الأمريكي. معروف طبعا ان طبعا التصريح كان فيه تصريح صادم جدا جدا جدا، واتقال ومحدش ركز قوي عليه في وسائل الاعلام. التصريح ده بيؤكد انه روسيا ما زالت تقاوم مكمله اقتصاديا. تصريح غريب جدا طلعته نائبه وزيره الخارجيه الخزانه الامريكيه، بتتكلم على انه لا احد يحترم عقوبتنا الاقتصاديه على روسيا. تصريح تداعياته هي ما تقصدش بيه التصريح كتصريح الشعب الامريكي، ولا بتقصد بيه دوليا. معروف المانيا ما زالت تتواصل مع روسيا وبتحصل على البترول الروسي، كذلك الصين بتجري يعني اتفاقيات وبتحصل على التبادل التجاري مهم جدا مع روسيا، كذلك الهند، كذلك دول الخليج، كذلك دول عديده جدا 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 في الشرق الاوسط. غالبيه دول العالم ما زالت تتعامل مع روسيا. ايضا الحصار الاقتصادي الامريكي، تراه نائبه وزيره الخزانه الامريكيه بانه لا احد يحترم عقوبتنا الاقتصاديه على روسيا، لانه المنطق الذي يهيمن على العالم كله دلوقتي معروف هو منطق المصلحه. كل دوله بتدور على مصلحتها، كل دوله بتبحث عن الخير لشعبها، كل دوله هدفها ان هي تجلب لشعبها المصلحه والرخاء والمكاسب، ولكن طبعا امريكا تهم نفسها فقط. طبعا ده شيء غريب جدا 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 جدا. بنلاقي طبعا اتكلمنا على الاتحاد الاوروبي برضو ما زال مهموم بالامور الاقتصاديه، وبدات التداعيات تظهر على كل دول الاتحاد الاوروبي حتى، بس كانت الامور دي ما بتظهر من الخبراء الفرنسيين. عندنا خبير فرنسي كان ظاهر على التلفزيون الفرنسي بيقول معلومات خطيره جدا جدا جدا. الراجل ده بيتكلم على انه العقوبات اللي فرضها الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، عقوبات اللي بتمس يعني موارد الطاقه، بيصفها وصف صعب جدا جدا جدا، انه اوروبا اتاثرت اكتر من روسيا بهذه العقوبات، والولايات المتحده الامريكيه تاثرت اكتر من روسيا بهذه العقوبات. بيتكلم بشكل تصريح مهم جدا، بيتكلم على انه الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه اطلقوا رصاصه على قدمهم وعلى راسهم بسبب هذه العقوبات، ولم يطلقوها على الروس. نفس التصريح أن الغرب أطلق على نفسه رصاصة، لن أقول في القدم بل أقول في الرأس. إذن الخسارة أو الحصار هو حصار اقتصادي على أوروبا وليس على روسيا وحدها. جميع دول العالم ستدفع فاتورة هذه الحرب الاقتصادية وليس دولة أخرى، ولكن المنتصر في هذه المعركة هو صاحب النفس الطويل، صاحب القدرة الأكبر على التحمل، هو اللي هينتصر. هل أوروبا قادرة على أن تقدر تصمد في هذه المعركة تقدر تحمي شعوبها حتى لا تصار عليها؟ الشعوب الأوروبية أو الحكومات الأوروبية بتتحرك حسب
مردود في الشارع وحسب رد الفعل في الشارع، فأيهما أكثر نفسا؟ احنا شايفين ان روسيا حتى اللحظة الأخيرة بتقاوم مثل هذه العقوبات، أوروبا فيها أزمات اقتصادية كبيرة جدا جدا بس مش ظاهرة بقدر ما في وسائل الإعلام، لكن لما يتكلم هذا الخبير الاقتصادي فهو بيعكس حال الداخل الأوروبي وبيبين أنه هناك استياء كبير جدا من قرارات الدول الأوروبية تجاه روسيا. أنه طبعا هذا الخبير الاقتصادي بيتكلم على أنه قادة الاتحاد مش فاهمين ومش عارفين ومش مدركين حجم العواقب التي ستترتب على القارة العجوز نتيجة سياستهم التابعة أو المنحازة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وليست إلى شعوبهم. بيتكلم على أنه إذا استولى البنك الأوروبي المركزي على سندات روسيا، وده يعتبر بمثابة إعلان حرب، ودي كارثة كبيرة جدا 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 لن تقبلها روسيا أو حلفائها. الشيء برضو الغريب، احنا شايفين برضو تصريحات في كل الاتجاهات. ملعب اخر في الصراع، ملعب اخر في الصراع، يعني هيكون صعب جدا 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 تداعياته على المنطقة. شايفين الحرب على الارض، شايفين اصرار روسيا على حسم المعركة. روسيا يدها الغليظة اشتدت في هذه الساعات الأخيرة أو في الأيام الماضية على أوكرانيا. روسيا بقى لها حوالي شهرين بتضرب في أوكرانيا بشكل مركز في مناطق معينة في 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 الجوانب الساحلية. روسيا بقى لها يومين دخلت على ماريبول شبه إبادة. روسيا بتبيد كل ما هو أمامها لأنه شايفاه ده استهانة بالقوة الروسية، وشايفين أن روسيا داخلة في اختبار وأن روسيا كرامتها بتستباح في هذه المعركة، وأنه فكرة أنه أن روسيا تطول أمد الحرب هو استنزاف لقدراتها العسكرية والاقتصادية، وبالتالي هي عايز تحسم الصراع بما يحفظ هيبة روسيا وما يضربش الروح المعنوية للشعب الروسي، وحتى لا يخسر بوتين وقادته فكرة الدعم الشعبي المعنوي في هذه المعركة. بنتكلم على أن روسيا بدأت بتستخدم أقوى الأسلحة الفتاكة في معركتها في أوكرانيا. روسيا بتتكلم على أن بدأت تستخدم محارق جثث متنقلة حتى تخفي جثث القتلى من الأعداد الكبيرة من الجيش، وفي نفس الوقت بتتحرك حتى لا محدش ياخد هذه الجثث ويبدأ يتلاعب بها في الميديا الغربية. طبعا الإعلام وزير الدفاع البريطاني اللي أكتر دولة بتنفخ في كير هذه الحرب هي بريطانيا، وجونسون رئيس الوزراء البريطاني بيتكلموا كلهم على أنه هذه مشاهد تقشعر لها الأبدان، وكأن حقوق الإنسان ما بنفتكرهاش غير في الحرب الروسية الأوكرانية، وكل ما حدث من مهازل ومن فظائع ومن حروب ومن استباحة لدماء العرب، كل دي ما كانتش تقشعر لها الأبدان كما يقول البريطانيون الآن. بنتكلم على الرئيس الروسي بيبدأ يستعرض أسلحته وبيستعرض أنه دخل المعركة لينهيها، ما عادش مستني أي تفاوضات مع أوكرانيا أو أي حلحلة من جانب الغرب المتشبث بحصار روسيا. بوتين بيتكلم على يختبر صاروخ سارموت، وهو من أخطر الأسلحة الروسية اللي لم تخرج للحرب حتى الآن. هذا السلاح أو هذا الصاروخ ليس له مثيل في العالم، وبوتين بيشايف أنه سيجعل من يحاولون تهديد روسيا يعيدون التفكير جيدا. تصريحات خطيرة جدا جدا، ومش طبعا المشكلة دلوقتي، يعني فكرة قلنا من شوية انه الرئيس الروسي واخذ الموضوع تحدي جامد جدا، بيوجه رسائل جديدة كتيرة جدا للغرب، بيقول لهم انه خلاص اخذ قرار حسم المعركة حتى ولو كانت الضحايا صعبة جدا، حتى لو استخدم اصعب الاسلحة الفتاكة، اصعب الاسلحة الفتاكة اللي موجودة في روسيا، عشان هو اصبح في استهانة غربية بالقوة الروسية. رئيس الروسي زي ما قلنا بدأ يستعرض أهم قدراته العسكرية، وفي نفس الوقت وجه رسالة إلى الإعلام الغربي اللي حاول شكك، وقال إن في مشاكل مع وزير الدفاع الروسي شويغو، وقال لك إن هو حبسه وإنه عمل إن الرجل أصيب وإن خلافه كان موجود شويغو في فكرة اختبار صاروخ سارمات.
صاروخ الرماد ده كان في كلام عليه من شهور، الصاروخ ده ليس له مثيل في العالم. الرئيس الروسي بيتكلم على انه سيجعل من يحاولون تهديد روسيا يعيدون التفكير جيدا. هذا صاروخ عبر القارات، صاروخ خطير جدا 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 جدا. لأول مرة روسيا تختبر مثل هذه الأسلحة في مثل هذه المرحلة من الحرب. بوتين سرمات اثنين ده بيعتبره انه سيضمن امن روسيا وسيجبر من يحاولون تهديدها على التفكير. كلها تصريحات خطيرة جدا جدا. هذا الصاروخ عابر للقارات، بوتين بيعتبره انه هو الحامي والحصن لروسيا ضد المسعورين زي ما هو بيعتبرهم. الصاروخ ده بيسموه صاروخ الشيطان، صاروخ الشيطان، الصاروخ شابر، يعني الصاروخ عابر للقارات. من خطورة هذا الصاروخ انه قادر على إبادة دول كبرى، يعني فرنسا، صاروخ مثل صاروخ واحد بس قادر على إبادة فرنسا بالكامل. فدي من أخطر الأسلحة اللي روسيا بدأت تحط السلاح النووي في المعركة، بدأت تتعامل وتظهر القوة الروسية القادرة على إنهاء أي معركة في أي وقت. بتتودي رسائل كبيرة جدا للقادة العسكريين والسياسيين في الغرب وللعالم كله على أن روسيا ليس لديها ما تخسره، هي معركة وجود بالنسبة لروسيا. وإن أجبرت على أنها تستخدم مثل هذه الأسلحة فتاكة ستستخدمها ضد أوروبا. هذا تهديد خطير جدا جدا لأول أول مرة يستخدم. وسائل الإعلام العالمية بتتكلم على خطورة هذا الصاروخ الروسي اللي قال عنه خبراء العسكريون، وقالوا عنه إن قوته قادر على محو مناطق من الوجود تماما، ربما تقترب من دول مثل فرنسا على الأقل. طبعا على الجانب الآخر، الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت في حصارها الاقتصادي لروسيا، بتزود أوكرانيا بالأسلحة الأكثر تطورا. يمكن حتى لو شفنا في الساعات الأخيرة كان مطلوب من ألمانيا أنها تزود أوكرانيا بأسلحة دقيقة وأسلحة فتاكة. ألمانيا بدأت يعني تمسك العصاية من النص شوية، ألمانيا ما أفرجتش عن هذه الأسلحة وما رضتش تبعت كل الأسلحة إلى أوكرانيا، يعني أرسلت جزء بسيط وما أرسلتش الجزء الأكثر تطورا. بتحاول تلاعب روسيا وبتحاول تسيب يعني حبل الود موجود إلى حد ما موجود، بحيث تحافظ على امدادات الغاز والنفط الروسي. بتحاول تكسب العصا من النص، موجوده مع اوروبا والناتو يعني بمجهودها وضغوطها، ولكنها تحافظ ايضا على دخلها من الاستيراد من روسيا، وده خطر بالنسبه لها. شايفين ان البنتاجون بيتكلم على وصول اول دفعه من مدافع الهاوتزر الامريكيه الصنع اللي وصلت لاوكرانيا. دي اسلحه متطوره جدا جدا، مدافع متطوره جدا قادره على مجابهه الدبابات والطائرات الروسيه. يمكن ده خطر كبير جدا جدا جدا، سينقل الصراع الى مناطق اكثر تطورا واكثر صداميا. شيء تاني من النقطه الاخرى من الصراع، وهي في اسيا. آسيا بتعيش برضو مرحلة هي الأخطر في هذه المرحلة، في انتقال بؤرة الصراع إلى أكثر من نقطة. موجود صراع في المشكلة في أوكرا في باكستان، وموجود الصراع في أفغانستان في مشكلة، موجود في الهند مشكلة، موجود في تايوان والصين مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. يمكن الأيام السابقة كانت الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وفدا من الكونغرس، ذهب إلى تايوان، في جانب إن هي أتممت صفقات سلاح إلى تايوان. شافتها الصين أكثر من مرة، الصين صرحت وهددت الولايات المتحدة الأمريكية من إرسال مثل هذه الأسلحة، واعتبرت إن ده تهديد بشكل مباشر إلى الصين، وبدأت التصريحات تتوالى من الطرفين. أمريكا مكملة، وممكن شايفة إن دي يعني العصا والجزرة ضد الصين، بتحاول تضغط على الصين من ورقة تايوان، بتضغط على الصين بحيث تكسب حاجة من اتنين. أولا تمنع دخول الصين إلى تايوان، وهي عارفة إن الصين عاجلا أم عاجلا هتدخل تايوان وتضم تايوان اللي بتعتبرها جزء من الأراضي الصينية، في حين إن بتضغط على تايوان، بتضغط بورقة تايوان بحيث تحصل من الصين على تصريح دولي إن تحيد الصين من دعمها لروسيا أو توقف التعامل التجاري معها، أو على الأقل تضمها إلى المعسكر الغربي أو الأمريكي. وده صعب جدا، المواقف والتصريحات الروسيه والعلاقات الاقتصاديه الروسيه الصينيه ضخمه جدا جدا جدا، ومش من السهل فكها بمثل هذه الضغوط. ولكن امريكا بتنقل مناطق الصراع لاكثر من نقطه.
احنا شايفين دلوقتي حتى وزير الدفاع الصيني بيتكلم على انه على امريكا استخدام قضية اوكرانيا، على امريكا عدم استخدام قضية اوكرانيا لتهديد امن القومي الصيني، بتعتبر ان هي امريكا بتبتزها في القضية الاوكرانية وبتبتزها بورقة تايوان. كل ده هيكون صعب جدا وغير متوقع، وقد تندلع الحرب بين ثانية واخرى في منطقة، يعني منطقة آسيا، وبنتكلم على أن تقوم الصين بضم تايوان أو احتلال تايوان، وده أقرب شيء للتوقعات خلال الأيام القادمة. وزير الدفاع الصيني واللي بيأكد كلامنا ده بيتكلم على أنه تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصينية، ولا يمكن لأي أحد يقصد الولايات المتحدة الأمريكية والنيتو أن يغيروا هذه الحقيقة شاء أم أبوا. إذن هو بيان شديد اللهجة من الصين بيؤكد أنه هو يعني رغبتها في ضم تايوان قائمة، ورغبتها في ضم تايوان ليست بجديدة ولكنها ستتم، هي مسألة وقت، مسألة وقت، وهتستخدم كل ده بشكل كبير جدا جدا، وده شيء خطير جدا جدا جدا. يعني بيتكلم على أنه الصين مسألة وقت هتخش المعركة وهتضم تايوان وهتبقى موضوع صعب جدا وتداعياته هتبقى خطيرة جدا. مش عارفين الولايات المتحدة الأمريكية هتعمل إيه عشان تعالج هذا الموضوع، محدش عارف المستجدات هيبقى شكلها إيه، محدش عارف الدنيا راحة بين على فين. شايفين الولايات المتحدة الأمريكية برضو من جانب تاني بنتكلم على السيناتور ماديسون كاوسرون، بيتكلم على كان جوه الكونجرس وبيقول تصريحات برضه خطيره بتعكس الداخل الامريكي غير الرسمي، او بتتكلم على الداخل الامريكي غير الرئيس بوتين وادارته، بيتكلم على انه الولايات المتحده الامريكيه ستفقد هيمنتها على العالم اذا تخلت المملكه العربيه السعوديه عن الدولار، وان الولايات المتحده الامريكيه قد تخسر حربها مع الصين دون حتى طلقه واحده. اذا ورقة الرهان الأكبر والأهم في العالم دلوقتي هي ورقة البترول وورقة الدول العربية، دول الخليج العربي. معروف إحنا عارفين إحنا اتفاقية البترودولار، وعارفين إن هناك إن التعامل ببيع النفط حول العالم بيكون من خلال الدولار. متخوفة الداخل الأمريكي أو السيناتورز الأمريكيين متخوفين من فكرة إنه السعودية تفك هذا الارتباط وبالتالي تقضي على الدولار وبالتالي تربح الصين المعركة. شايفين هم خايفين متخوفين من تعاملات في حول البترول ما بين السعودية والصين باليوان، خايفين من تعامل ما بين الصين وروسيا باليوان. كل ده بياخد من رصيد الدولار وبيهدد الدولار، وشايفين في الفترة في الأيام السابقة ارتفاع لليوان فيما أمام الدولار وكذلك اليورو وكذلك الروبل. كل ده بيتكلم على مع حاجة تانية حصلت في السياق، وهي حاجة يعني حتى دولة ألمانيا بتلعب زي بيقولوا كده بالبيضة والحجر. ألمانيا بتتكلم يعني المستشار الألماني بيتكلم على سنواصل دعم أوكرانيا ماليا وعسكريا، ولكن لن نتدخل في الحرب. دي سياسة ألمانيا. ألمانيا عايزة تكسب وتحافظ على مكاسبها من النفط الروسي، وفي نفس الوقت تدعم أوكرانيا، ولكن بالفلوس ماشي، بالسلاح البسيط ماشي. شيء تاني بنتكلم على المتحدث باسم الخارجية الأمريكية برضو له تصريحات تانية، بيتكلم على أنه الصين اختارت أقرب مكان يمكن من خلاله تعريض أمننا القومي للخطر. شايف أن الصين بتدعم روسيا وبالتالي هذا يهدد الأمن القومي الأمريكي. مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز بيتكلم على أن الصين تعمل كشريك صامت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا. ده اعتراف مش جديد، اعتراف بنسمعه كتير جدا من الإدارة الأمريكية، كان في البداية مجرد تكهنات دلوقتي أصبح رسمي وبنسمعه من أهم مسؤول في الدولة ويليه كافة المسؤولين في البرلمان وخلافه. بنتكلم على شخصية مهمة جدا وهو مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرز، اللي بيتكلم على أن الصين بتعمل كشريك صامت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه على أوكرانيا.
حاجة تانية برضو نفس الكلام على الصين. الصين دايما هتلاقيها قاسم مشترك في التصريحات الأوروبية وفي التصريحات الأمريكية. وزارة الخزانة الأمريكية بتتكلم على إنه لازم التعامل أو يجب التعامل مع الصين من أجل تجنب نظام مالي ثنائي القطب. شايفين إن السياسة اللي بتنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية دلوقتي بتحييد الصين أو بالضغط على الصين سواء بورقة تايوان أو بورقة العقوبات سيودينا إلى أن تجبر الصين على أن تظهر تحالفها مع معسكر الروسي، وبالتالي يتحول العالم من أحادي القطب اللي هو الأمريكي إلى ثنائي القطب اللي هو هيكون فيه قطب يضم روسيا والصين وحلفائهما من جانب، وأمريكا والنيتو وحلفائهما من جانب آخر. مناطق الصراع زي ما قلنا في آسيا الأمور مشتعلة وصعبة جدا جدا. بنتكلم على الهند. الهند برضو نقطة من نقاط الصراع في علاقات مهمة بينها وما بين الصين، وفي علاقات مهمة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. في الفترة الأخيرة اللي كان حصلت توترات في هذه المنطقة، وزير الدفاع الأمريكي بيتكلم وبيقول تصريحات لنظيره الهند، بيقوله إن إحنا بنحاول، إن الصين بيحاول يضرب إسفين سريع كده، فبيقول إن الصين بتحاول تحدي وتقويض سيادة جيرانها وعلينا التصدي لهذه الممارسات. يعني عايز يقوله ان الصين بتحاول تكتفك، الصين مش عاوزك تكون قوي، الصين بتحاول تهدد امنك واحنا اللي هنحمي لك. ده كل دي عملية استقطاب دولية، وبيحاول يكسر اذرع الصين او بيحاول يخلي الصين دايما في حالة تشاحن وحالة صراع مع جيرانه في اسيا. ويمكن اسيا هي نقطة الصراع الاهم دلوقتي. امريكا بتنقل الصراع كله ما بينها وما بين الصين وروسيا الى الجانب في قارة آسيا. يمكن كمان وزير الدفاع الأمريكي مطلع تصريحات بيتكلم على أنه أخبر نظيره الهندي أن الصين بتبني بنية تحتية ذات استخدام مزدوج على طول حدودها مع الهند. بيقول له أن خلي بالك أن الصين مش بتعمل حاجة بنية تحتية لصالح شعبها، ولكن بتعمل بنية تحتية عسكرية لتهدد الجانب الهندي، وأن حمايتك هتكون معانا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستقف إلى جانب الهند. كل دي طبعا المفروض، يعني المفروض أن الساسة والعسكريين الهنود عارفين كويس قوي أهمية هذه التصريحات وتوقيتها، وأن عملية استقطاب أكتر منها أي حاجة تانية، أكتر من أنها تكون أخبار استخباراتية. طبعا في الوقت ده ما زالت كوريا الشمالية ليست ببعيدة عن ملعب هذا الصراع. كوريا الشمالية بين الحين والآخر، رئيس كوريا الشمالية بيجرب أسلحة أكثر تطورا، بيجرب صواريخ كلها ورؤوس نووية أكثر تطورا وكلها تهديدات خطيرة جدا. الرجل ده مستني أي حد يقرب من ناحية من وشه واسع شوية، مستني أي حد يشتبك معه حتى ولو لفظا، على إنه عايز مستعد إن هو يعمل أي تصرف في انه ممكن يخش في حرب بسهوله، وتكون حرب نوويه غير معلومه النتائج، وبالتاكيد هي بتهدد البشريه اجمع. رئيس كوريا الشماليه الجميع يعلم انه شخص يعني مش يعني من السهل جدا يخش في معركه ويخش في حرب. فبالتالي كوريا الشماليه دلوقتي المسؤولين الامريكيين بيتكلموا على انه حامله طائرات امريكيه راحت البحر الشرقي لردع كوريا الشماليه. طبعا دي كلها عمليه تحرشات، وصعب جدا تردع شخص او دوله عندها سلاح نووي. المنطقة دي ممكن تتنقل إلى صراع أكثر خطورة على البشرية كلها، وليس طرف الصراع اللي دائما قاسم مشترك في كافة الصراعات الدولية هتلاقي الولايات المتحدة الأمريكية. لسه مستمرين مع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي اللي كلها تصريحات خطيرة جدا جدا وبتتشابك وموجودة في كافة نقاط الصراع في العالم، سواء في روسيا وأوكرانيا أو في منطقة الشرق الأوسط أو في آسيا. بتتكلم على وزارة الدفاع، بتتكلم على ان الصين بتسعى الى تشكيل المنطقة والنظام العالمي بطرق تخدم مصالحها. كل الكلام على العالم احادي القطب او ثنائي القطب. كمان بيتكلم وزير الدفاع الامريكي على انه الصين عايزة تستغل العدوان الروسي على اوكرانيا لتسهيل التهام تايوان. كله عارف ان الصين بين يعني كده كده هي مسألة وقت هتاخد تايوان او هتضم تايوان اللي بتعتبرها جزء من دولة الصين. طبعا تايوان نقطة صراع كبيرة جدا، وبالتالي بيخش التدخل الامريكي والدعم الامريكي لتايوان لخلق نقطة صراع تنتهك برضو هذه المنطقة، وفي نفس الوقت تكون ورقة ضغط على الصين وتحاول انها تهدد الصين وتشغل الصين عن صعودها الاقتصادي الا تكتر من تسليحها وتبقى مشغوله بالتهديدات اللي حواليها من الهند من جانب، ومن تايوان من جانب، ومن باكستان من جانب، ومن خلافه، بحيث تشعل مناطق الصراع لمحاصره
التنين الصيني المتصاعد بقوة في الفترة القادمة، خاصة في ملف الاقتصاد. ممكن يكون الولايات المتحدة الأمريكية ليست ببريئة في ملف كورونا، ليست ببريئة في ملف كورونا. يمكن ربما السنوات القادمة ستكشف من المسؤول، ولكن يبدو أن معركة كورونا والداخل الصيني بأن بقوة جدا 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 في ملف موضوع الصين وملف كورونا. فواضح ان الصين هتبدا تعاني الفتره القادمه بقوه كبيره جدا جدا في موضوع كورونا، في اغلاق لشنغهاي، في اغلاق لمدن كبرى صناعيه في الصين بسبب تفشي اوميكرون او تحوراته، وده شيء خطير جدا. مشغوله الصين بملف كورونا بشكل كبير جدا جدا، والاقتصاد بدا يتاثر داخل الصين بذلك. وفي نفس الوقت هي بؤره، العالم كله خايف تكرار تصدير أمراض بعد كورونا، وبالتالي أمريكا شغلة الصين داخليا بكورونا، وشغلة مولعة حزام ناري حوالين الصين بحيث تحاصرها، زي نفس الحزام الناري اللي عملها ضدها ضد روسيا في أوكرانيا وبعض الدول في أوروبا الشرقية. طبعا الهزيمة، طبعا بيتكلم وزير الدفاع الأمريكي لسه بيتكلم، فبيتكلم على أنه الهزيمة الروسية في أوكرانيا تعتبر هزيمة للصين. هو دايما بيعتبر الصين وروسيا اتنين في واحد، او جزء لا يتجزأ، او جزء من كل، او اعتبرها اي حاجة، بس هو معتبرهم اتنين في مربع واحد، ومربع معادي الى الولايات المتحدة الامريكية واتباعه من حلف الناتو. طبعا رئيس الاركان المشتركة مارك ميلي بيتكلم على نفس التصريحات متوازية، هتلاقي فيه قناعة ورغبة في الولايات المتحدة الأمريكية حتى الصين وروسيا في مربع واحد. طبعا كوريا الشمالية من غير ما تفكر موجودة في هذا المربع المعادل للولايات المتحدة الأمريكية. رئيس الأركان المشتركة مارك ميلي بيتكلم على أنه مش بنواجه روسيا بس، احنا بنواجه روسيا والصين، وأن هما دولتان لديهما قدرات عسكرية واسعة ورغبة في تغيير النظام العالمي. كل ما يحدث هو صراع لتغيير النظام العالمي. كل ده بياخدنا احنا ما زالت من نقطة الصراع. الداخل الروسي يعلم ذلك. عندنا الحزب الشيوعي الروسي بيتكلم على انه عايزين او بيطالبوا بتغيير العلم الروسي الى علم الاتحاد السوفيتي. الداخل الروسي والمؤسسات الروسية عندهم أحلام تروضهم بتوحيد الاتحاد السوفيتي، دول الاتحاد السوفيتي اللي تم تفككها، وبالتالي هم شايفين الحرب دي حرب وجود، وحرب عشان خاطر نبقى واضحين فيها، حرب الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تقزيم نفوذ روسيا، تحاول محاصرة روسيا، تحاول تهديد روسيا، وبالتالي هو عايز عشان يحمي روسيا محتاج يوحد دول الاتحاد السوفيتي، وبالتالي عايز يكون العلم الرئيسي المتصدر للإعلام في هذه المرحلة هو علم الاتحاد السوفيتي المنحل. روسيا برضو بتتكلم على روسيا، احنا قلنا يدها الغليظة بدأت ظهرت في الساعات الأخيرة بقوة، وبدأت بقوة جدا خاصة بعد ضرب الطراد الروسي الأعرق في القوات المسلحة الروسية. فبدأت بتتكلم وزارة الدفاع الروسية على أنها ضربت في ليلة واحدة فقط 1000 هدف عسكري في أوكرانيا. ده شيء خطير جدا جدا، زي ما قلنا في الأول أن روسيا تبيد، روسيا آلة الحرب الروسية تحرق الأخضر واليابس. ده روسيا بتعمل سياسة الأرض المحروقة، كانت في الأول بتحاول تحافظ على الأرض على أساس أن أوكرانيا جارة وكده كده هتبني، بس كان يهمها تضرب مناطق عسكرية معينة. لقيت أنه أمريكا بدأ كل يوم بيزيد في الحرب بتستنزف قدرات روسيا، وفي نفس الوقت تقدر تعدلها العدة وبتبعت لها مرتبطة، فقالت لك لا علي وقلع عدائي، هطلع بالناوي وفي نفس الوقت همشي مرحلة تمشيط وأنا داخل من الجانب الشرقي في اوكرانيا، وابدا اخدها جزء وجزء واتبع سياسه الارض المحروقه، بحيث لما اخش لقدام ما اسيبش ورايا اي اثر ممكن تكون تطعني من الخلف. طبعا شويغو كان زي ما قلنا انه كان بيشرح بيتكلم على الصاروخ النووي. البنتاغون بيتكلم على ان امريكا ان روسيا عرفته باطلاق هذا الصاروخ قبل ما تطلقه، او اختبار الصاروخ سرمات، عايز يقول ان في تنسيق هذا السرمات العابر للقارات. طبعا التصريحات الروسيه بتشتبك برضو مع الولايات المتحده الامريكيه، وعارفه ان عدوها او الحرب الاعلاميه هي قادمه من الاعلام الامريكي اللي بيسيطر عليه، يعني بيسيطر على اكثر من 80% من اله الاعلام حول العالم، فبيوجه وبيلعبهم بنفس السياسه. روسيا بتقول ان الولايات المتحده الامريكيه، ندعو الولايات المتحده الامريكيه للتخلي عن سياسه الحصار والعقوبات عديمه الجدوى. روسيا برضو بتتكلم على حاجه خطيره جدا 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 للتملص او الخروج عن عباءه الاقتصاد الامريكي او الدولار،
بفكرة جديدة بتتكلم على أنها تدرس استعمال العملات الرقمية في التجارة الدولية، عايز تستخدم عشان تفك من حالة الحصار الاقتصادي عليها، فبتلجأ إلى العملات الرقمية للهروب من فكرة الدولار وفكرة التغيير ما بين الروبل أو اليوان أو الدولار أو خلافه، أو اليورو، فبتتكلم على استخدام العملات الرقمية في التجارة الدولية. الفكرة الثانية برضو من دفاع روسيا زي ما احنا قلنا انه بيكلموا في ارقام كبيرة جدا، في ارقام في القتلى، ارقام في المرتزقة، بيكلموا على انه هي روسيا هتحظر حسابات سفارات دول اجنبية وفقا للمعابد الامبس. احنا شايفين اغلى كل الدول كلها بتحاصر روسيا دلوقتي، بتطرد يعني دبلوماسيين، وبالتالي روسيا بتعامل المثل. شيء تاني بقى واللي خرج خلال الايام السابقه، وهو فكره انضمام السويد وفنلندا للنيتو. انضمام السويد وفنلندا اللي قدموا طلب لانهم عايزين ينضموا للنيتو، روسيا رجعت تهددهم بمصير اوكرانيا. روسيا بتهدد بشكل كبير جدا من عواقب الانضمام للنيتو. اصبح دلوقتي روسيا شايفه اي دوله تنضم للنيتو هي تهديد مباشر او عداء مباشر او اعلان حرب على روسيا، وبالتالي تحذيراتها خطيرة جدا جدا للسويد وفنلندا، وهي من أغنى دول أوروبا وأهمها في الفترة الأخيرة. زي برضو ما قالت الخارجية الروسية إن موسكو حذرت فنلندا والسويد من خلال القنوات الثنائية من عواقب الانضمام لحلف الناتو، واعتبرته عداء مباشر. الحرب الإعلامية بين روسيا وأوكرانيا هو بدأت حرب تلاسن، وحرب يعني حرب معيرة بين الطرفين. زي أما المحلل الروسي ألكسندر زاناروف بيتكلم وبيقول في وسائل الإعلام الروسية، بيقول إن إحنا لما بنقرأ مقالات الصحافة الغربية واللي هم بيتكلموا فيها على جرائم الحروب الروسية في أوكرانيا، ده ما ينسيناش أبدا 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 أن جوليان أسانج اللي مطلوب في الولايات المتحدة الأمريكية واللي اتحكم له من ساعات بأنه هو يسلم الولايات المتحدة الأمريكية، كان بيتحاكم عشان خاطر حاجة بسيطة جدا، أنه نشر مقاطع لجرائم الحرب الأمريكية في العراق. يعني عايز يقول ان هناك ازدواج في المعايير وازدواج في الرؤيه وازدياد في فكره حقوق الانسان اللي بتتكلم فيها الولايات المتحده الامريكيه. الاتحاد الامريكي اللي بتتكلم على ان روسيا بترتكب جرائم حرب في اوكرانيا، هي نفسها ارتكبت جرائم حرب في العراق، ولما اتكلم عنها أسانج فهي بتحكمه وبتعمل كل ما بوسعها بحيث انه يروح الولايات المتحده الامريكيه من خلال تسريباته، وكذلك لما اللي عملته في فيتنام، وكذلك اللي عملته في افغانستان، وكذلك اللي عملته في ليبيا، وكذلك اللي بتعمله في سوريا. كل دي يد الولايات المتحده الامريكيه ملطخه بدماء كل من ماتوا في هذه المناطق، وبالتالي روسيا بتقولها بشكل صريح، لا تعيرني ولا عيرك، الهم طايلني وطايلك انت. انا بقى آلة الحرب الروسية شغالة وبتضرب الحفاظ على امن القومي الروسي في حدودها من خلال اوكرانيا، وانت لما رحت وسبت ورحت من قارة تانية اخرى من الولايات المتحدة الامريكية الى المنطقة العربية في العراق، كنت بتقول ان انا بحافظ على الامن القومي الامريكي. كل ده هو نفس المعيار اللي انت هاجته روسيا في حربها ضد اوكرانيا، وبتكلم على ازدواج المعايير. برضو وزير الخارجية الروسي لافاروف برضو بيتكلم بنفس اللغة اللي بيتكلم بها الإعلام الروسي، بيتكلم أو بيتريق على الرئيس زيلينسكي الرئيس الأوكراني، فبيقول إنه هو لما بيسمع تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينسكي بيقول لك تصريحاته بتعتمد على ماذا يشرب أو ماذا يدخن. كلم على إنه هو بيشرب أمور بتسكره أو بيشرب أو 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 بيدخن أمور بتسكره، فهو مغيب وشخص مش عارف هو بيقول إيه. وكذلك برضو الإعلام الروسي بيتكلم على إنه الراجل ده يعني مجرد آلة أو مجرد أداة تنفذ الإملاءات والرغبات ويعني ما يمليه عليه الأمريكان من تصريحات. وأنا شايفه شخص أضعف من يكون هو مجرد ممثل، شايفه عربوز وممثل زي ما كان قال قايدروف قبل كده. الشيشاني رئيس الشيشاني بيتكلم على إنه عرض على الرئيس الأوكراني الممثل إن هو يجي يعمل عمل كوميدي أفضل من فكرة إدارة دولة كانت فيها تلت 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 سلاح الاتحاد السوفيتي وهي أوكرانيا. وبالتالي اللي بتقوم بروسيا دلوقتي في أوكرانيا بتتخلص من تركة سلاح كبيرة جدا جدا، تركة الاتحاد السوفيتي من السلاح، وفي نفس الوقت الأسلحة المتطورة اللي بتصدرها الدول الغربية والنيتو لأوكرانيا حتى تكون هي وسائل ضغط وضرب لروسيا وتحجيم نفوذها السياسي والاقتصادي في المنطقة.
شيء تاني، احنا بنتكلم على، احنا اتكلمنا على جزئية الاقتصادية، وشفنا انه الاقتصاد الروسي وان كان بيتأثر بشكل الى حد ما، ولكن مش نفس التأثير اللي كانت عايزاه الولايات المتحدة الأمريكية. كانوا متوقعين انه الاقتصاد الروسي يتأثر بشكل سريع جدا 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 وينهار الاقتصاد الروسي، وبالتالي يتم خنق بوتين او يتم الانقلاب عليه او يتراجع بوتين عن فكرة الحرب او تحصل ثورات داخلية كما تعودت الولايات المتحدة الأمريكية عن تدخل فيها الشعوب، زي ما قالت العجوز الشنطاء هيلاري كلينتون منذ ايام لما اتكلمت على انه على الولايات المتحده الامريكيه ان هي تتبع ان تستخدم آليتها واعوانها من المنظمات الحقوقيه وفي الداخل الروسي حتى تنفذ اجندتها. تقصد انه يتم الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال المظاهرات داخل روسيا لتمنعه ان فكره ان هناك رفض شعبي روسي، وبالتالي يتم الضغط عليه فالرجل يتراجع، فبالتالي يكونوا ضربوه من خلال رجالهم وأعوانهم اللي استخدموهم في منطقة الشرق الأوسط في كل بؤر الصراع، استخدموهم في سوريا، استخدموهم في مصر، استخدموهم في ليبيا، استخدموهم في السودان، استخدموهم في العراق، استخدموهم في اليمن، استخدموهم في كافة نقاط الصراع من أجل تحقيق المصالح الأمريكية، وهي نفس الرغبة التي أرادت الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هم بيتلعبوا مع ذئب استخباراتي وهو رئيس بوتين، فبدأ يجهد مثل هذه التحركات في الداخل، وكانت عصا الأمن الغليظة قادرة على أن هي تجهد مثل هذه المحاولات اللي أشارت إليها وأوعزت بها العجوز الشمطاء هيلاري كلينتون في تصريحات إعلامية في الفوكس نيوز وسي إن إن. طبعا في الوقت اللي اوروبا كانت بتمني النفس وناتو بيمني النفس بانهيار سريع للاقتصاد الروسي، شايفين ان الخبراء الاقتصاديين بيتكلموا على انه العمله الروسيه بدات الى حد ما بتزيد شويه قدام الدولار، بيتكلموا عن ان في بورصه موسكو حجم تداول اليورو وإنما بشكل كبير جدا جدا جدا، وتجاوز بالفعل نفس مؤشر الدولار هو 79 مليار روبل مقابل 68 مليار. بيتكلم على انه العامل الرئيسي في ده لفكرة صلابة الجبهة الداخلية الروسية، بجانب ان الصين بتزيد وارداتها من فحم الكوك من روسيا بأكثر من الضعف خلال شهر مارس فقط، ان روسيا بقت سوق مستورد وعقود جاذب للي منعته روسيا ان من الفحم تصديره الى الاتحاد الاوروبي، بدات تستوعبه السوق الصينيه والهنديه. اسيا هي البديل للمنتجات الروسيه، اسيا هي البديل للمنتجات الروسيه اللي كانت بتروح لاوروبا. وزير الخارجيه المجري بيتكلم على انهم استلموا شحنه من الوقود النووي من روسيا، المجر اعلن دعمها لروسيا وشايفه ان هي في جبهه روسيا، ودي الجبهه اللي هي بتعتبرها جبهه السلام او حمايتها في الفتره اللي جايه، كله خايف وكله بيحاول يحمي يعني دولته بالطريقه اللي هو شايفها صح، مش بالطريقه اللي شايفاها الولايات المتحده الامريكيه. كل ده شيء خطير جدا جدا، زي ما قلنا ان العالم كله هيدفع فاتورة ده ان عاجلا ام اجلا، زي ما قلنا برضو انه يعني امريكا ما زالت تدعم اوكرانيا بالسلاح، بنتكلم على ان البنتاجون بيتكلم على انه ما بيستبعدش تماما انه ينقل المزيد من مخزون السلاح الامريكي لاوكرانيا. النفط الاحتياطي من النفط الامريكي بدا يقل بشكل تدريجي في الفترات الاخيره بسبب ان امريكا بدات تحاول تحافظ على الجبهه الاوروبيه في دعمها، فبدات هي تكون مورد لما للعجز اللي بدا يظهر من تجاه روسيا تجاه دول اوروبا. النرويج بتتكلم على انها ارسلت لاوكرانيا 100 نظام صاروخي من طراز مسترال. الدفاع الالمانيه اللي هي قلنا احنا لعبت بالبيضه والحجر شويه بتحاول تحافظ على اللي هي بتستورده من روسيا من نفط، وفي نفس الوقت بتحاول تدعم الجبهه اللي خاصه بحلف الناتو. وزاره الدفاع الالمانيه بتتكلم على ان هي مش هتسلم اسلحه ثقيله لاوكرانيا، هتسلم بعض الاسلحه بس مش اسلحه ثقيله. المفتش العام للقوات المسلحه الالمانيه الجنرال ماركوس لوبنسال بيتكلم على انه مش هيتم تسليم اسلحه ثقيله لاوكرانيا، واتكلم انه لا يمكن ان احنا نسلم مركبات مشاة قتاليه من طراز الماردر للجيش الاوكراني، وقال انه ما ينفعش نسلم 100 مركبه قتال مشاة
بيستخدمها الجيش الألماني للتدريب والتعليم لأوكرانيا، وإن تسليم الدبابات لأوكرانيا هيضعف الجيش الألماني. ألمانيا في هذه الفترة بعد اللي شايفها من التحديات العالمية، وشايفة إن زي ما بيقولوا كده بالبلدي كما في الصاحب يتصاحب، إن المتغطي بأمريكا عريان، وإن روسيا بتتوحش، وإن هي سهل جدا تقدر تصفي حساباتها مع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد انتهاء هذه الحرب إذا ربحتها روسيا، وبالتالي هي بتحاول تقوي الجيش الألماني. وكان في تصريح قريب من وزير رئيس الوزراء الألماني والمستشار الألماني ووزير الدفاع الألماني، واتكلموا إن احنا في الفترة الماضية كان في تراجع في دعم المؤسسة العسكرية الألمانية أو دعم الجيش الألماني، وبالتالي سيضع خلال السنوات القادمة ميزانيات أكبر دعما للجيش الألماني، لأنه الجيش ده هو الوحيد صمام الأمان لحماية الاقتصاد والشعب الألماني من التهديدات اللي بدأت تظهر بشكل كبير جدا من الدب الروسي اللي بدأ يفكر في إعادة التوحيد الاتحاد السوفيتي. والتاريخ لا يمكن أن نتجاهل فيه أن من أسقطت هتلر هي روسيا، وإن هي كانت الضربات القاتلة كانت من روسيا. الشيء الخطير اللي هو أمريكا بترسل الأسلحة لأوكرانيا بتبقى خايفة كبيرة جدا جدا منه، وخايفاهم بتستخدمه في نفس الوقت، وفكرة إن خايفة إن الأسلحة الدقيقة أو المتميزة اللي بترسلها إلى أوكرانيا تقع في يد الجيش الروسي، وبالتالي يبدأ ياخدها، يبدأ يعيد تفكيكها، يبدأ يعرف يطورها، يبدأ يستخدمها. فهي نفس السلاح اللي بتستخدمه أمريكا، إن بتحاول تخلي الأوكرانيين أي سلاح يقع في إيديهم من روسيا تحاول تاخده بحيث تعرف مدى. وبالتالي يمكن في البدايات أول الشهرين اللي فاتوا من الحرب كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية بيستخدموا الأسلحة البسيطة، الأسلحة كل واحد فيهم بيتخلص من الزائد أو الفائض من أسلحته البسيطة للاستهلاك في البداية. لكن بدأت الأمور دلوقتي تتغير نوعيا وتتطور نوعيا في نوعية السلاح اللي بتزود به أمريكا وحلف الناتو أوكرانيا، وفي نفس الوقت الأسلحة القوية الفتاكة المدمرة اللي بدأت تستخدمها يعني روسيا في معركتها من أجل حسم المعركة الأوكرانية بحيث لا يطيل مداها أكثر من كده. شهرين كفاية، شايفة أن ممكن بكتير شهرين كمان تقدر تنهي هذه الحرب اللي بتستنزف اقتصادها وقواها العسكرية. العالم كله بيئن زي ما قلنا من تداعيات الحرب الأوكرانية. وزير المالية النمساوي بيتكلم على أن هناك عجز شديد جدا 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 بسبب حرب أوكرانيا ووباء كورونا. العالم ملحقش يفوق من وباء كورونا خلال السنوات الماضية من الإغلاق، ومن خلال التداعيات الاقتصادية، ومن خلال الأدوية واللقاحات، ومن خلال دعم الناس اللي فقدت وظائفها، فكملت عليها الحرب الروسية الأوكرانية، وربما تكمل سيناريو الخراب على العالم كله إذا ما حدثت حرب في من جانب الصين في اتجاه تايوان، ودي شايفينه لو ممكن يكون مدمر للاقتصاد العالمي اللي مرتبط بشيء بنسبة كبيرة جدا مع الصين، مرتبط بنسبة كبيرة جدا مع الصين اللي هي من أهم عصب للاقتصاد العالمي، أكبر دائن للخزانة الأمريكية. تداعيات الحرب برضو والمنظمات الدولية بتتكلم على يعني تداعيات خطيرة جدا جدا على الجانب الإنساني في معركة روسيا وأوكرانيا. بيتكلم مفوضية اللاجئين بتتكلم على حوالي 5 مليون لاجئ فروا من أوكرانيا منذ نهاية فبراير الماضي. منظمة الدولية للهجرة بتتكلم على أن النازحين داخل أوكرانيا نفسها بيزيدوا عن 7 مليون شخص. الأمم المتحدة بتتكلم على 2224 قتيل و 2897 مصاب مدني منذ بدء العملية العسكرية. منظمة الفاو الخاصة بالأغذية بتتكلم على أنه محتاجة أكثر من 115 مليون دولار لمنع تدهور الأمن الغذائي بأوكرانيا. الأمن الغذائي ليست مشكلة تتعلق بأوكرانيا وحدها، ولكن العالم جميعه مقبل على أزمة غذاء غير مسبوقة وفق مؤشرات والإحصائيات الاقتصادية اللي بتخرج من أكثر مؤسسة، وده خطر كبير جدا 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 اللي العالم مقبل عليه. الجزئية الصعبة اللي مستمرة في الصراع الروسي الصيني، وفكرة أن الصين أعلنت منذ أيام أن هي عملت يعني أصبحت جزء من الصراع بين بكين وواشنطن، لأنه تم توقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية ما بين الصين وجزر سليمان. طبعا أمريكا رفض هذا تماما، وشايفة أن ده تهديد لأمنها. ليه شايفة ده تهديد لأمنها؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت أكثر من مرة قبل ده، واتكلمت على أن اتفاق بين الصين وجزر سليمان
سابقة مقلقة جدا جدا جدا. طبعا الصين عملت الخطوة دي بعد التحركات الأمريكية في تايوان. جزر سليمان قلنا إن هي عملت اتفاقات أمنية مع الصين وعملت اتفاق دفاع مشترك، يعني من حق كده الصين إنها تحط قواعد عسكرية في هذه الجزر. جزر سليمان خطورتها على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا في إن هي أرخبيل موجود في المحيط الهادي، بيضاف إلى جزر فيجي وبانوانا وبابا غينيا الجديدة. دي كلها مناطق استراتيجية خطيرة جدا 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 في نقاط الصراع اللي دائما الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا بيتصارعوا على وضع قواعد عسكرية فيها، موجودين في المحيطين الهادي والهندي، وجميعها مناطق صراع ما بين القوى العظمى. الجزر دي حوالي 900، هو مجموعة أرخبيل يتكون من 990 جزيرة، مجموع مساحتها بيزيد عن حوالي 28450 كيلو متر مربع. العاصمة بتاعتها اسمها هيونارا، اللغة الرسمية فيها اللغة الإنجليزية، والرئيسة المعروفة ليها اللي هي الملكة إليزابيث الثانية بصفتها اللي هي ملكة جزر سليمان. بدأت الجزر دي بعيدة جدا ومصدر خطر على كافة دول أوروبا، واللي بيهيمن عليها بيكون له نفوذ في هذه المنطقة. عشان كده شايفين الولايات المتحدة الأمريكية مصدومة جدا 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 وعاملة مشاكل كبيرة جدا جدا وتهديداتها مستمرة لهذه المنطقة، لأن بتعتبرها بتستهدف تهديد أمنها، وده شيء مهم جدا جدا وممكن ينقل الصراع لنقطة تانية، وممكن نلاقي تداعياته في الفترة الجاية خطيرة جدا جدا لنقل مناطق الصراع في مناطق أكتر من تانية. في الوقت اللي احنا شايفين فيه ده هذا الصراع وشايفين فيه هذه الخناقات في حوالي العالم، بتطلع لنا تصريحات، يعني تصريحات مشبوهة أو تصريحات يعني تكون لها أهداف موجهة، كلها تصريحات لها أغراض خبيثة. البنك الدولي او صندوق النقد الدولي طلع تصريحات بيتكلم فيها على الاقتصاد المصري وشايف انه عنده مشاكل وعنده. اولا فكره وجود مشاكل الاقتصادات، هو الاقتصاد العالمي كله بيعاني من مشاكل في هذه المرحله. الاقتصاد العالمي كله تاثر بجائحه كورونا ودفع فاتوره كبيره جدا جدا، ومصر ليست بمعزل عن العالم، مصر جزء من العالم. تمام، وبالتالي مصر تأثرت بجائحة كورونا، ولكن بشهادات المؤسسات الدولية كافة مصر كانت من أنجح الدول التي تعاملت مع جائحة كورونا، سواء في توفير اللقاحات أو في أن يكون الكادر الطبي فيها عامل شغل جامد جدا، أو في قلة عدد الحالات أو في التعامل ووجود بنية تحتية ومستشفيات و يعني أفراد قادرين على التعامل مع الجائحة. وشفنا قوى عظمى في أوروبا إزاي سقطت في اختبار كورونا، وإزاي كانت شكلها سيء جدا 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 جدا، وكانت قمة السوء في التعامل، زي إيطاليا وبريطانيا لما شفنا فيهم خراب، وشفنا بنية تحتية مدمرة مهلهلة في التعامل مع كورونا، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. فالتعامل المصري مع جائحة كورونا تأثرنا، تأثرنا، ولكننا كنا من أفضل الأماكن التي تعاملت مع جائحة كورونا حتى تاريخه، وبشهادة كافة المؤسسات الدولية ومنها المؤسسات اللي بتحاول تشكل دلوقتي. تأثرنا من كورونا وتعاملنا، الدولة ادت للناس اللي فقدوا وظائفهم فلوس او بشكل شهري، في نفس الوقت وفرت فرص عمل، وفي نفس الوقت البلد لسه بتبني ولسه شغالة، والمشروعات مستمرة في كافة الربوع المحروسة، مشروعات حياة كريمة منتشرة في الصعيد وغيرها، بنلاقي بنية تحتية مستمرة، مصارع تنشأ، رقعة زراعية بتزيد، كل ده بيتم في الوقت ان البلد الاقتصاد العالمي بينهار بشكل كبير جدا جدا جدا، والولايات المتحدة الأمريكية بتساهم في ده في إشعالها لمناطق الصراع حول العالم، وفي نفس الوقت إنها لما بترفع الفايدة عندها، وبالتأكيد معروف إن الاقتصاد الأمريكي إذا زي بيقولوا كده في قاعدة الاقتصادية بيتكلموا، إذا عطس الاقتصاد الأمريكي أصيب العالم بالبرد، وإحنا دولة لازم بمعزل عن العالم، إحنا دولة زي باقي كل دول العالم نتأثر ونتفاعل مع كافة الأحداث الدولية. فكرة تأثرنا ولكن احنا ما انهرناش. لسه ما خلصناش من جائحة كورونا، لسه مستمرة اللي كل اقتصادات العالم بتئن منها، ودخلنا في الحرب الروسية الأوكرانية. الحرب الروسية الأوكرانية بدأت تأثر على العالم كله، أثرت على العالم كله بلا استثناء، ومصر في القلب من ذلك، وبالتالي سنتأثر، ولكن مصر بتاخد إجراءات بتحاول إنها تتفاعل وتتكيف مع ذلك وتحافظ على المواطن بإجراءات
كلها من أجل المواطن، وفي نفس الوقت تحافظ على الاقتصاد، وفي نفس الوقت ما زالت مشروعاتها مستمرة في البناء، ما زالت مصر بتتحرك في أكتر من اتجاه، تحافظ على المواطن وتواصل بنائها، وفي نفس الوقت تحافظ على معدل النمو قوي. من 4 5 6 أيام شايفين مؤسسات زي فيتش ومؤسسات يعني اقتصادية كبيرة جدا مشهود لها بتتكلم على الاقتصاد المصري انه اقتصاد ايجابي، وان مؤشرات النمو فيه عالية، وان ما زالت الدولة بتاخد خطوات اصلاحية متميزة. فطبيعي جدا لما تيجي مؤسسة لما يطلع صندوق النقد الدولي يطلع مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت، هو هدفه خبيث جدا جدا جدا، وهو له اهداف خبيثة، فكرة الضغط على الإدارة الأمريكية المصرية بحيث أنها تاخد الموقف التابع الأمريكي ضد روسيا. مصر من البداية احكمها إطار أن هي تتعامل مع كافة دول العالم بما يحقق المصالح المصرية. مصر ليست تابع لا لروسيا ولا لأمريكا ولا غيرها. مصر لاعب إقليمي قوي جدا جدا، سياستها الخارجية متوازنة، لديها مسؤولين ولها رئيس يعي جيدا ما يفعل، تحركاته متوازنة، بيدير علاقاته الدولية بمنتهى الذكاء وبما يحقق المصالح المصرية. يعني تحالف قوي عربي جدا كبير جدا ما تحققش بقاله سنوات بدأ يتشكل. هنشوف اللقاءات المستمرة، شايفين الرئيس المصري بيروح الأردن والملك الأردن بيجي مصر، شايفين بيروح الإمارات وبيجي قادة الإمارات لمصر، وكذلك في السعودية، وفي تنسيق متبادل في كل الملفات خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية. فطبيعي جدا مش منتظرين من البنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي أن يقول فينا شعر، لأن إحنا كل ما تقوم به مصر لا يتناغم مع المصالح والرغبات الأمريكية بأن أنت تكون تابع ومنفذ لسياستها ليس أكثر. كل ده الشعب المصري عارفه، والقيادة السياسية عارفاه، وبتتحرك بمنتهى الحكمة والذكاء في مثل هذه الملفات الشائكة. مصر دولة يعني احنا صندوق النقد الدولي لما بيتكلم على انه خفض توقعاته النمو من 4.4 ل 3.6. مصر معدلات النمو من خلال مؤسسات ماشية بشكل متوازن. تأثرت لان احنا وحدنا متأثرناش، العالم كله بيتأثر بجائحة كورونا وبالحرب الروسية الاوكرانية. فبالتالي مصر تسير بخطى ثابتة، اي نعم قلت السرعة إلى حد ما لكن بسبب ظروف دولية، ولكن تسير بخطى كويسة، مشروعاتها مستمرة، تتحرك في كافة الملفات المحيطة بها بشكل متوازن، بتقوي القوات المسلحة لأن لديها معارك في محيطها الإقليمي والدولي مهمة جدا جدا عشان يحافظ على مواردها الاقتصادية ويؤمن حدود هذا البلد المستهدف. وفي نفس الوقت المواطن، أي نعم المواطن يعي خطورة هذه المرحلة وبيكون متناغم مع الدولة وبيكون قادر على أنه يستحمل هذه الأزمة أو هذه الكبوة أو هذا الركود العالمي الصعب جدا 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 جدا. طبعا إحنا كإعلام علينا دور مهم جدا جدا في الفترة القادمة، إن إحنا نوعي الناس، إن إحنا نوعي الناس وننقل الحقيقة بدون أي تكلف وبدون أي مزايدة وبدون أن أكون أبواق تنشر الشائعات دون وعي ودون فهم، لأن الشائعات إحنا كمنابر وإحنا ناس لدينا إحنا الأمانة لصالح بلدنا، والأمانة في مهنتنا اللي هي مهنة الرسل والأنبياء اللي هي فكرة فهنة الإعلام. وبالتالي حتى لا نتحول إلى أدوات وأداة في أيدي الإعلام آلة الإعلام الغربية، أو نكون أداة من أدوات حروب الجيلين الرابع والخامس، وإن إحنا نكون مأوى الهدم لهذه الدولة اللي إن شاء الله ستكون في يعني في الفترة القادمة في مقدمة الدول في كافة المجالات. طبعا القصة دي كلها تخلينا ان احنا نبدأ ندعم بلدنا ونحط سبوت على الحاجات الإيجابية اللي بتحصل في البلد من إنجازات اقتصادية ومن تحالفات إقليمية مفيدة للدولة المصرية. من الحاجات الإيجابية والحلوة اللي الجميع يقدرش يغفلها وما يعملش سبوت عليها دلوقتي، النماذج المصرية اللي بتنقل صورة مصر بشكل إيجابي وبتنقل صورة المسلمين في أوروبا بشكل إيجابي، وهو الأسطورة بجد اللي هو محمد صلاح. محمد صلاح امبارح لما عمل مباراة رائعة جدا 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 وسجل هدفين، أصبح فيها
بلا جدال هو أعلى لاعب سجل في الدوري المصري عبر التاريخ، متفوقا على حسن الشاذلي اللي كان جايب 173 هدف، وفي نفس الوقت على يعني على تاريخ مدار الطويل، وفي نفس الوقت بيحقق ألقاب مهمة جدا جدا في الدوري الأوروبي. محمد صلاح رفع رصيد أهدافه وبطولاته في الدوري الإنجليزي والإيطالي والسويسري والمصري ل 174 هدف، متخطيا الأسطورة الشاذلي. دي حاجات إيجابية جدا عن محمد صلاح اللي حاول البعض استقطابه ليكون في معسكر الإخوان، واللي حاول البعض هضمه وكسره في الفترة الماضية لمجرد إن خروجنا من البطولة الإفريقية أو عدم الصعود لكأس العالم. ولكن في الأول وفي الآخر هي لعبة كرة القدم، ليست لاعب واحد فقط، 11 مقاتل في الملعب، واحد لوحده مش هيقدر يحقق الانتصار، ولكن يعني رب ضارة نافعة، قدر الله ما شاء فعل، ما حدش عارف المصير القادم إيه، ولكن الراجل اجتهد قدر المستطاع وحقق، لأنه كان مصلحة محمد صلاح، مصلحة المنتخب كانت تتوافق مع مصلحة محمد صلاح. محمد صلاح محتاج يبقى أفضل لاعب في أفريقيا كما كان، ومحتاج يبقى ينافس على أفضل لاعب في العالم، وفي نفس الوقت محتاج يصعد بالمنتخب لكأس العالم. في الثلاث أهداف واحد، وبالتالي عمره ما هيكون جزء من يعني فشل للمنظومة الرياضية اللي كان فيها بعض الخلل الإداري اللي وصلنا للمستوى اللي احنا وصلنا ليه. لكن محمد صلاح أمل نبني عليه ونقدر نكمل بيه الفترة الجاية، وإن شاء الله عندنا أجيال قادرة على أن يتحقق انتصارات مهمة جدا جدا في الفترة اللي جاية. الحاجة التانية، وشفنا برضو في المباريات، شفنا نادي الزمالك بيواصل انتصاراته في الدوري المصري وبيصل إلى قمة الدوري بفارق نقاط، ورغم أن الأهلي متأخر بثلاث مباريات، لما يخلص إن شاء الله مهمته الإفريقية اللي تكلل إن شاء الله بالنجاح، يخلص ويبدأ يرجع يلعبها عشان تشتغل قمة الدوري مرة أخرى. واللي محدش عارف السنة دي الزمالك هيعمل إيه بقيادة البروفيسور فيريرا مع موسيماني في الأهلي أو في بيراميدز، اللي تركوا إيهاب جلال وتولى مهمة المنتخب المصري اللي عنده تصفيات للبطولة الإفريقية هامة جدا وتبقى صعبة في الفترة الجاية، ومحتاجة ان احنا كلنا ندعم الاختيار، رغم ان احنا ممكن نكون متحفظين على كثير جدا جدا في الاختيار، ولكن الاختيار إيهاب جلال كمدير فني للمنتخب اصبح واقع وليس امامنا سوى الدعم والمؤازرة من اجل ان احنا ندعم المنتخب المصري في المرحلة القادمة، وان شاء الله نسعد وتعود الانتصارات لمصر كما كانت دوما. الشيء الثاني طبعا المفروض احنا كلنا منتظرين قرار الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي فيما يتعلق بطلب مصر بإعادة مباراة السنغال لما شاهدها من حاجة خطيرة جدا جدا في استهداف البعثة المصرية والضغط عليها، حتى التأخير في دخول ملعب المباراة، وفي نفس الوقت الإقامة في فندق يبعد حوالي ساعة عن ملعب المباراة، بجانب التأثير من خلال الليزر اللي كان على عيون اللاعبين وهم بيشوط ركلات الجزاء. احنا عمرنا في حياتنا ما شفنا محمد صلاح بيشوط بهذا السوء ركل الجزاء، وكذلك عمرنا في حياتنا ما شفنا زيزو بيشوط بهذا السوء، ولكن واضح انه كانت يعني محكمة فكرة المؤامرة عليهم، وفي نفس الوقت كان التحكيم سيء للغاية، وكل دي امور كان في مضايقات وكان في يعني استهداف للبعثة المصرية واللاعب ولمحمد صلاح بنفسه بالضرب بالزجاجات وغيرها، وكان شكل عدائي غير مقبول لمصر اللي معروف ان هي موجودة في افريقيا بشكل قوي، ولكن حقهم انهم يفكروا في الصعود، ولكن ليست بمثل هذه الاساليب الملتوية اللي بترفضها التشريعات والقوانين الدولية في كرة القدم. وبالتالي الامور دي كلها محتاجة الاتحاد الدولي يحسمها، واحنا بننتظر ده. شيء مهم جدا كان فكرة ان احنا لازم نكون داعمين لدولتنا في هذه المعركة الشرسة، وان احنا نكون كلنا خلف قيادتنا السياسية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن. كلنا بنتابع مسلسل الاختيار، وكلنا بنشوف مسلسل العائدون، كلها مسلسلات واقعية لأنها بتنقل وقائع وأحداث كتير منا عاش هذه الفترات، ولكن لم يعرف هذه التفاصيل الخطيرة جدا جدا، وبتكشف للمواطن المصري دراما مهمة جدا جدا واقعية بتتكلم عن سنوات عشناها ولكن ما كناش عارفين تفاصيلها. بنعرف لأول مرة ليه القرار ده كان بيتاخد وليه كان ده بيحصل، فكل ده
بيخلينا على وعي باللي ما يحاك ضد مصر في هذه المراحل، وبالتالي هي مسلسلات وطنية بترصد الحقيقة فقط وتفتح عينينا على أسباب وأحداث ما عشناهاش، وبتقول لنا حجم المؤامرة اللي كانت بتدار ضد مصر، وحجم ما كان يوجه ضد مصر كان بقوة ازاي، وكان صعب جدا، وكان عايز مصر تروح في حتة تانية خالص، كان عايز يحولها للعراق ولا ليبيا ولا سوريا ولا اليمن في وضعها الحالي، فكان ده المخطط، وللأسف كان من خلال ايادي الداخل وادوات الداخل وهي جماعه الاخوان المسلمين اللي ما كانش لها علاقه لا بالدين، وانما استخدمت الدين كاداه وكوسيله للوصول الى قلوب المصريين. معروف الشعب المصري شعب متدين، فكان مدخله هو الدين، وبالتالي كان الهدف السيطره على مفاصل الدوله، وان انت تحول مصر القياده مصر الدوله الهيبه العظيمه اللي كانت بتدير مناطق كبير جدا من المنطقه كلها تبقى مجرد قطعه أو تبقى تابع للإمبراطورية العثمانية اللي كان عايز يبنيها أردوغان بأحلامه التوسعية، واللي كان بيعتبر هو أمير التنظيم الدولي، واللي كان مرسي مجرد نفر موجود معاه بيحقق أجندته. مصر لن تنكسر، مصر لم تنكسر ولن تنكسر طالما إن عندها سواعدها وجناحيها، عندها قوات مسلحة قوية قادرة على حماية أمنها وحدودها، وعندها وزارة داخلية قوية قادرة على حماية أمنها الداخلي، وعندها رجال دولة على قدر المسؤولية، وعندها رئيس ومسؤولين يعلمون جيدا حجم ما يحاك ضد هذه الدولة، ويتحركون ولا يبخلون بكل غالية وثمين في سبيل رفعة مصر وحمايتها. عاشت مصر وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.